مش قادر أختم حلقة النهاردة من غير لقطة مهمة جدا جدا، يمكن تكون الأمور صعبة شوية يعني، بس هو مبدأ الحقيقة والمبادئ ما بتتجزأش. سؤال: هي المنافسة الرياضية معمولة عشان يكون هدفها إيه؟ إثبات الجدارة ولا المكسب أيا كانت الوسيلة؟ دي حاجة مرتبطة بكل الرياضات، مش بكلم كرة قدم بس، كل الرياضات. إثبات قدرتك على إنك تكون الأفضل، عنك تكون الأحسن، عنك تكون الأقوى، عنك تكون الأسرع، إثبات جدارتك واستحقاقك للفوز ده، ولا إنك تخطفه أو تسرقه أو تضحك على حكم أو تعمل تمثيلية أو تاخد حاجة مش حقك عشان يكون هدفك في النهاية فوز غير مستحق. إحساسك بالفوز ده ممكن يكون إيه؟ الكلام ده لأنه النهاردة حصلت لقطة مهمة جدا، مش هختم حلقة السادسة من غير ما أقدمها لحضراتكم. بطل النادي الأهلي عمر البيلي، محمد البيلي، كان بيلعب عمر عصر بطل نيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، وكان محمد البيلي متأخر في السكور، وكان في نقطة بتتلعب في الجيم ده أو في يعني واحدة من الأشواط بتاعة المباراة، الكرة جت في إيد محمد البيلي، ورغم أنه الحكم ما خدش باله من الخطأ ده، يعتبر في لعبة تنس الطاولة خطأ تحتسب بيه النقطة لصالح المنافس، ورغم انه الحكم حكم المباراه ما خدش باله من الخطا اللي ارتكبه محمد البيلي، الا انه وحسب النقطه بالفعل، اللقطات الحكم شايفينها دي من ماتش النهارده، الا انه محمد وقف المباراه وراح لحكم المباراه قال له ان النقطه دي خطا عليا، وقد كان انه الحكم يعني كان الحكم حسب النقطه طبعا لصالح عمر عصر منافس محمد البيلي. وهنا الصالة كلها اللي بتشهد المباراة اتهزت وارتجت وسقفت لمحمد البيلي على الروح الرياضية، هي دي الروح الرياضية أو جزء أساسي من الروح الرياضية. الروح الرياضية مش إنه لما لعيب يبقى متصف في الملعب نطلع الكورة بره. الروح الرياضية المرتبطة بالقيم والأخلاقيات ومبادئ المفترض الشخص اللي عايز يكون بطل. طيب إحنا معانا محمد البيلي من نيجيريا اللي بتستضيف طبعا البطولة. يا محمد مساء الخير، وانا شخصيا يعني اسعدتني وشرفتني وسعيد جدا وبتشرف ان انا بتكلم معاك دلوقتي. ربنا يخلي حضرتك، وشرف ليا وشرف ليا اللي انا في بيتي قناه النادي الاهلي. طيب انا عايزك تحكي للناس الموقف اللي بالنسبه لك انت كان واضح وكان بسيط، ما خدش اي لحظه تردد، كان ايه؟ تحكي للناس كده وليه، تشرح للناس ليه انت عملت كده. والله الحمد لله، انا كنت بلعب مع عمر عصر زميلي في النادي الاهلي سيمي فاينل، كان نتيجه 1-0، وفي الجيم الثاني برضو اول بونت في الجيم الثاني، بس الكره جت تاتش الحكام ما شافوهاش، انا هو اللي شفناها، وبعد كده الحكام حسبوها لي انا، فرجعت قلت لهم الكره تاتش يعني بتتحسب لعمر يعني، وده طبيعي يا كابتن والله العظيم، يعني ما بيننا وما بين بعض احنا كل واحد بيبقى عايز ينزل على الترابيزه يكسب وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر احنا اخوات يعني. رد فعل رد يعني. فعل الناس على الموقف اللي حصل ده، ورد فعل عمر عصر نفسه كان ايه؟ بالظبط والله، يعني عمر طبعا اتبسط جدا، يعني نزل لي بوست بعد الماتش على طول مباشره، يعني قال لي شكرا، والناس كلها طبعا فرحانه يعني بموضوع الاخلاق، يعني عشان كده الناس بس كلها يعني كانت فرحانه، بس ده طبيعي والله العظيم يا كابتن، ما بيننا كلنا يعني سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. انا مدرك تماما انه طبيعي، لانه موقف زي ده كان في كتير من الناس ممكن تتردد، وفي كتير قوي من الناس ممكن ما تاخدش نفس القرار اللي انت خدته، وانها تروح لحكم المباراه وتقول له ان النقطه دي ما تتحسبش ليها، تتحسب للزميل المنافس، على الرغم ان انا عارف انك انت كنت محتاج النقطه دي وكان ممكن تفرق معاك في نتيجه المباراه. اكيد يا كابتن، ربنا يخليك، الحمد لله على كل شيء، واهم حاجه عمر اخذ الميداليه الذهبيه، وانا الحمد لله اخذت الميداليه البرونزيه الحمد لله. بشكركم شكرا جزيلا، انتم الاثنين شرفتونا، وعمر طبعا فاز بالميداليه الذهبيه. بشكرك طبعا نجم تنس الطاوله محمد البيلي، شرفتنا ورفعت راسنا حتى وان لم تفز، انا بعتقد ان ده موقف ابدا عمرنا ما هننساه، وشرفت الرياضه المصريه وتنس الطاوله المصري. بشكرك شكرا جزيلا، نموذج الحقيقة. القيمة أو القيم والمبادئ ما بتتجزأش، والفوز اللي ممكن يجي غير مستحق، بعتقد أنه حتى الفايز نفسه مش هيحس بيه أو هيفرح بيه زي ما يكون محققه
زي ما قلت في الاول عن طريق الجداره، انك انت تكون بطل حقيقي، انت تستاهل بجد، انت تعبت واتمرنت وخدت مشوارك كله واجتهدت عشان توصل في النهايه النتيجه اللي انت تستحقها مش النتيجه اللي انت سرقتها. بشكر عمر عسر وبشكر محمد البيلي، مشرفتونا ومبروك طبعا طبعا لعمر يعني البطوله او الميداليه الذهبيه، وافكركم ان